تقرير وبث مباشر من داخل محافظة المنوفية. احنا هنا في مولة سيدي شبل الأسود بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، الليلة الختامية التي تقام كل عام من هذا التوقيت. زي ما احنا شايفين عم فوزي وعم سيد بتوزعوا كده بقالكم كام سنة؟ حوالي 22 سنة. بقالك 10 سنين. انت بتوزع بنية ايه بقى؟ هو قال لي بنية شفا لمراته، انت بنية ايه؟ انك تتجوز على مراتك. فين مراته يا جماعة؟ نفح حب ومحبة بحضرة النبي. احنا هنا في مولد سيدي شبل الاسود بمركز الشهداء في محافظة المنوفية. زي ما احنا شايفين هنا عم فوزي بيوزع النفحات حبا في حضرة النبي سيدنا النبي وبنية الشفاء لزوجته مريضة كلية. زي ما احنا شايفين الناس واقفة عليه توابير. مولد سيدي شبل في شهداء محافظة المنوفية. شايفين الأعداد اللي واقفة عليه طوابير في انتظار نفحة من النفحات. حد سايق؟ طب
ما تزقنيش ما تزقنيش، ده انت تابعه، تعالي ادخلي. انت البنت حق سيد، انا مش سيد. ايه يا اهو انت يا ابني يا الكل يتنافس للحصول على نفحة من النفحات. مريدين مولد سيدي شبل لشهداء محافظة المنوفية يتنافسون للحصول على نفحة. كل ما يخلص طاسة زي كده يبدأ في طاسة جديدة، وهي التوزيع على موردين المولد، المولد الذي يقام سنويا. خلصت حبيبي؟ اعمل لك يا معلم. ربنا يستر معاك. صوري. انت بتاعت عبد الله. يا رب كنت. وانا. قولي لي. رحمة أمي أحلى كده كانت تعمل منه امبارح. الصلاة على النبي. يا سيدي